قالي وما قالوا. ويسألونك عن التراشق وفي الغربال مصير أزارو وربنا يخلي جمعة بعظمة لسانه جعفر الاعتراف والادعاء أسرار الملك صالح سليم الدكتاتور والشأن الداخلي للزمالك الشموع الحمراء طارق سليم رمز لا ينسى مجلتنا اليوم ومن 40 سنة ده مضمون حضراتكم هتستمتعوا بيه تباعا ان شاء الله بفقرات غنية ودسمة جدا نتمنى بإذن الله ان هي تنال اعجاب حضراتكم وتنال ثقتكم شأن 543 حلقة من ملك وكتابة تقريبا حفظتوا منهجنا فيها لكن مقالي في ايه؟ هو انت عايز ان كل مرة واحد فينا يعني يدي مفتاح كده ومقال يتخيل نفسه بيكتب مقال عن موضوع لو اذنت لي انا هبقى معني ب اللي هو المصطلحات ضبط المصطلحات انا شايف ان ازمه الوسط الرياضي ان بقينا بنستخدم كلام في سياق يفرغ المصطلح من مضمونه وياتي بنتيجه عكسيه ومثلا دي بتبتدي النهارده بايه بكلمه التراشق اللي انت اخترته التراشق ويسالونك عن التراشق حقيقه يعني التراشق انا طلبت من حضرتك طلب كده وقلت لك والنبي شوف لنا في المعجم وفي جوجل معنى التراشق الحرفي عملت لي ايه بقى بص التراشق في المعجم تراشق الاثنان بشيء يعني تبادلاه يتراشق الحجاره يعني كل واحد فيهم بيرشق الثاني مفيش طرف واحد بس اللي بيرشق تراشق الاسئله الاثنين بيرشقوا تراشق السباب تراشق الشتائم لازم في طرفين بيتراشقوا اذا هو تبادل للاتهامات للحجارة للضرب للمواقف للمقالب بالظبط لازم اكتر من طرف للتصريحات في السياسة يبقى في تراشق انما انا الحقيقة اللي خلاني اعمل كده ان يعني ناس ليها عندي مكانة غالية جدا اعلاميين كبار كل ما يحبوا يتكلموا في قضية تبص تلاقيه لازم يروحوا ايه معممينها فتبص تلاقي النادي الاهلي واقف صامت ازاء ما يتعرض له بشكل يكاد يكون يومي رموز النادي والنادي واخبار النادي وتاريخ النادي كل يوم باساءات بالغه وانت كل اللي بتعمله ضبط النفس والاتجاه الى القضاء والشرع والشرعيه فلما يجي لك يوم تقول ايه يا جماعه بقى كفايه بقى يا اخينا كفايه كده عيب يقول لك لا 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 لا, لا كده بقى بلاش تراشق لدرجه التطرف ويقول لك اقفلوا القناتين شوف الغرض اللي هم عايزين يزقوا فيه الامور يا راجل وتكلم تكلمهم بينك وبينهم يقول لك لا طبعا الاهلي ما احنا عارفين مين اللي بيتجاوز مين بس الاهلي اصله كبير قوي ما هو الاهلي بيتصرف ككبير قوي استاذ ابراهيم فانا لما اكون منضبط لو سمحتوا عايزين تسموا الامور بمسمياتها يبقى مش تراشق يبقى اسمها تجاوز فلان في كذا فلان في كذا علان في كذا طالما ان مفيش رد فعل لو انا قلت عيب يا اخينا ده مش تراشق لو انا قلت بقى ما تستغلش صبري اكتر من كده ما تقوليش تراشق والا يبقى الموضوع يعني انا شامم كده حاجه مش صح إذن دي خلاصة رأي مقال المهندس عدلي القيعي.